إن معرفة اسم الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى تزيد المرء إيمانا بالله تبارك وتعالى، وتزيد المرء يقينا بالله تبارك وتعالى. ومن هذه الأسماء التي نحن بصددها اسم الله الولي. أيها الأحباب، يقول الحق سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والولاية هي الحفظ والرعاية والكفالة من الله سبحانه وتعالى. وهذه الولاية على نوعين: ولاية عامة وولاية خاصة. فأما الولاية العامة وهي التي تشمل المؤمن وغير المؤمن، تشمل المنافق وتشمل الكافر والعياذ بالله. ولذا يقول الحق سبحانه وتعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق. فالمولى عز وجل ولي لكل الناس جميعا، للمؤمن وللكافر وللعاصي وللفاسق وللمنافق. تولاه المولى عز وجل ورزقه جميعا، حتى ان المولى عز وجل رزق المؤمن دون المؤمن، بل انه رزق كل شيء خلقه جل وعلا. لذا يقول الحق سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فتلك ولاية عامة من الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته أو لخلقه جميعا. أما الولاية الخاصة إخوة الإيمان والإسلام فهي تشمل المؤمنين المخلصين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. هذه الولاية الخاصة كفلها المولى عز وجل للمؤمنين الطائعين، وكان منهم أنبياء الله عليهم السلام، فكفل أنبياء الله بالرعاية والحفظ. وهذه الولاية إخوة الإيمان والإسلام، إن ربي الله الذي